السلام عليكم، انا عمر. النهارده هنتكلم عن انمي شوكوكي جينو سون الموسم الرابع. في البدايه انا حابب اتكلم عن الموسم الاول والثاني والثالث. لو انت عايز تروح على طول للكلام اللي هنتكلم فيه عن الموسم ده تقدر تروح للديه دي. في الاول خالص بدايه الانمي ساعه لما دخلت له كانت فكره جديده ان انا اتفرج على انمي طبخ. ايه القصه اللي هتيجي من ورا كده؟ هل هيكون في حاجه مشوقه تخليني اتابع العمل ده؟ في الموسم الاول في البدايه كده خالص الانمي كان ماشي بريتم كويس جدا، بريتم فيه كوميديا، فيه اثاره كده مع الطبخ، انت عايش اجواء الاكل وهو بينزل هو شكله حاجة تفتح النفس كده. لو انت اتفرجت عليه في رمضان، يعني ما ينفعش تتفرج عليه في رمضان اصلا. لو هدي رقم بالنسبة للموسم الاول فهو نقدر نقول ما بين 8 ل 8.5 من 10. الموسم كان حلو، الموسم الاول كانت بداية جيدة جدا، كان في كوميديا، كان في تحدي جوه الاجواء، كان في حاجات جديدة. الشخصية الرئيسية بتاعتنا سوما كانت بتبينها لنا، كان في قصة احنا رايحين لها، كان في اجواء من الغموض عكس اللي حصل بعد كده. ما كنتش عارف اذا كانت الشخصية دي هتفوز او هتخسر. كل اللي انت عارفه ان اللي انت شايفه ده وانت مستمتع بيه، الشخصية بتتحط في مآزق بتعرف تخرج منها بشكل حلو جدا. ولكن يجي علينا الموسم الثاني، من الاخر خرب الدنيا. اللي جم فيه في الاخر وقالوا لك ليه طيب ما نقتبسش حوالي 60 فصل في 12 حلقة. الموسم الاول تقريبا اقتبسوا نفس عدد الفصول دي في 25 حلقة، عشان كده طلع لنا العمل سريع ولكن في نفس الوقت كل حاجة بتاخد حقها. في الموسم الثاني اتضح لنا ان هو تقريبا ما بين كل حوار والتاني مفيش لحظة سكون. ده كان بيدينا طابع ان هم مستعجلين، بيجيبوا كل حاجة تقريبا بتحصل او يمكن في حاجات كتير بيفوتوها، ومدينا انطباع ان هم مستعجلين في العمل، ان هم يدوبك عايزين يبيعوا لك المنتج او عايزين يبيعوا لك الانمي ده على سنوا اتشي وعلى سنوا طبخ عشان انت خلاص اتحمست مع الموسم الاولاني فيلا نجري. ده خلى مستوى الانمي ينزل. الموسم الثاني ما كانش ممتع، هو يمكن عشان انا اتفرجت على الموسم الاول كامل ورا بعض، ولكن اتفرجت على الموسم الثاني ساعه لما نزل، ده ممكن ادى الطابع ان الانمي رتمه ممل شويتين الموسم الثاني، ولكن ما اظنش ان ده كان السبب. لان انا لو كنت بتفرج على الموسم الاول حلقه بحلقه كل اسبوع كنت برضه هشوف ان هو ممتع، لكن في الموسم الثاني حسيت كانه متكرر، وده برضه في الموسم الثالث حصل. ولكن المشاكل اللي ظهرت مع المواسم اللي جايه مش الاقتباس بس، ان انت في حاجات كتير ما بتشرحهاش، فبتحصل تقريبا زي السقطات كده في القصه، ما بعيش مع الاجواء بشكل كامل، بعيش مع الاجواء بشكل سطحي. عشان كده في حاجات حصلت في الموسم الثالث وفي الموسم الثاني حسيت كانها حاجات غبيه، حسيت كانها مش عايش الاجواء، حاسس ان اللي هم بيعملوه ده مبالغه جديد. الحركه اللي عملها ناكيري ديت انا ما حسيتش انها حاجه تقيله في العمل، انا حسيت كانها حاجه تافهه، كانها حاجه ماشي يعني حاجه اوكي هتبين لنا طابع سوداوي تاف، وحسيت كانها حاجه عبيطه كده وهتمشي يعني مع الاجواء. هم اكيد هيفوزوا بما اننا في انمي شونن وبلاب، ما حسيتش انهم هيخسروا في وقت من الاوقات خالص، ولسه الاحساس ده مستمر لحد دلوقتي. مع ان الانمي الموسم الاول بين لنا ان البطل ممكن يخسر عادي، لكن برضو في الموسم الاول في حاجه مميزه جدا، ان احنا كنا بنعيش مع الشخصيات الثانويه، كنا بنعيش اجواءهم، كنا بنروح في قصصهم، كنا بنعرف حياتهم ماشية ازاي، كنا بنعرف ايه التغيرات اللي بتحصل معاهم، كنا بنشوف سوما وهو بيجي يتحدى اي حد فيهم، كان لازم في تجارب كنا نمر عليها مع سوما ونشوف الرحلة لحد ما يوصل للطبق المثالي اللي في دماغه. ده ما حصلش في الموسم الثاني او الثالث، او يمكن حصل بشكل متكروت وشكل متسربع، شكل بين لنا قد ايه الموضوع تم بشكل هزلي، تم بشكل مسخف، تم بشكل سريع ما كانش ليه اي داعي. انا دلوقتي ما بسخفش من القصة، القصة عجبتني جامد في الموسم الاول، واكيد يعني المانجاكا ما ابتداش هو اللي يسرع الاحداث من نفسه، الاستوديو هو اللي عمل كده في الانمي، الاستوديو هو اللي سخف الاحداث في الموسم الثاني والثالث، هو اللي خلى الاحداث تكون شكلها عبيط، هو اللي خلى الاحداث شكلها يكون عادي. ما عشناش اجواء مع الاشخاص اللي هم المفروض يكونوا ضدهم، ما شفناش هم المفروض وصلوا للمكان ده ازاي. كل اللي احنا بنشوفه دلوقتي هو معركه معاهم، والموضوع بيتم بشكل اسرع من اللازم، المفروض كان ياخد وقت اكتر من كده عشان نعيش الاجواء دي وعشان نحس باجواء التوتر اللي كانت موجوده في الموسم الاول اللي هي مفقوده بشكل كبير دلوقتي. ده غير التحول اللي حصل لهايما، يعني مش عايز اقول ان هو كان موضوع سخيف حتى من ناحيه القصة ذات نفسها مش من ناحية الانمي، لكن انا متأكد ان احنا لو كنا عشنا اكتر مع اللي حصل مع هايما وشوية صراع نفسي داخلي معاه مع نفسه كنا هنعرف دوافع اكتر وكنا هنتقبل الموضوع، او انا كنت هتقبل الموضوع بشكل احسن. والتحول اللي حصل للمدرسة بشكل عجيب ده كان المفروض يكون ياخد وقت اكتر من كده، كان المفروض يكون في شوية انقلابات من هنا وهناك ما بين الناس اللي رافضة للموضوع ده، الناس ديت او الاطراف ديت المفروض انها كانت هتنضم لجانب الشخصيات اللي معانا. ولكن نقدر نقول ان الموسم الثالث هو خد نفس طابع الموسم الاول شويتين، يعني ابتدى يقتبس اقل، فده ادى طابع تمطيطي شويتين، وهما كانوا محتاجين ان هم يمطوا في الاحداث لان هم كانوا ماشيين برتم سريع جدا، كانوا ماشيين برتم سريع اكبر من اللازم. ده غير يعني الشخصيات اللي هي المفروض شبه اساسيه انت ما عيشتناش اجواء معاها في الموسم الثاني او الثالث.
انت ما عيشتنيش اجواء مع الناس ديت، في مجموعه منهم انت عزلتهم بشكل سريع كانهم ما لهمش لازمه في الانمي. لحد دلوقتي كل ما افتكر في الموسم الاول افتكر احداث انا حبيتها وتعلقت بيها، في الموسم الثاني والثالث انا مش فاكر حدث حلو خالص، احداث سريعه جدا بشكل مبالغ فيه لدرجه ان انا ما لحقتش اتعلق باي حاجه حصلت في الموسمين دول. الموسم الرابع بدايه الحلقه الاولى كانت ضعيفه جدا، ما كانتش بالقوه اللي انا كنت مستنيها انها تكون بيها، كانت حلقه برضو رتمها سريع، والمشكله انها كانت حلقه عاديه، كان ممكن في حاجه زي كده تختصر لي شويه حاجات ما كانش ليها داعي. الحلقه الثانيه كانت مش عاديه، كانت حلقه سخيفه. الانمي ده من اكتر الحاجات السيئه فيه هي الحوار، ولكن انا ما تعلقتش بالحوار خالص لانه كان بيخرج احيانا بشكل كوميدي بشكل هزلي، دلوقتي بقى بيخرج بشكل سخيف بشكل ضعيف بشكل وحش. هعيد واكرر تاني، يمكن احد الاسباب في الشكل ده ان هم بيقتبسوا المانجا بشكل غبي. الحلقه الثالثه حته ان هم خسروا في الموسم ده، احنا فقدنا كمان حاجه مهمه، فقدنا نقطه التحكيم، فقدنا نقطه حوار اللي بيحصل في التحكيم، فقدنا نقطه الشرح اللي بيحصل بشكل وافي. حاسس ان اللي بيحصل ان هم بيقولوا الحوار وما بيسيبوش اي فراغات ما بينه عشان يلحقوا يخلصوا، عايزين يقتبسوا اكبر جزء ممكن على قد ما يلحقوا، مش عارف كان في حد بيجري وراهم او حاجه. نقطه الاثاره، نقطه الغموض قبل ما يعلنوا اسم الفائز ما بعدتش موجوده خالص في العمل ده. يمكن في الحلقه الثالثه عشنا يا دوبك شويه اجواء لحد ما تسوكاسا فاز، اللي هو كان بالنسبه لي بنسبه 90% كان هيحصل، ولكن ما اقدرش اقول على الحلقه الثالثه انها حلقه وحشه، على العكس يمكن تكون ديت هي احسن حلقه في الثلاثه لحد دلوقتي. ولكن برضو الانمي رايح لمستوى انا مش شايف ان هو هيكون كويس، شايف ان هو هيكون عادي. وبصراحه الموسم الاول ما كانش عادي، الموسم الاول كان جميل جدا على الرغم من كميه الاتش اللي كانت فيه، ولكن هي ديت الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش، هي ديت الحاجه الوحيده اللي فضلت محافظه على توازنها، هي دي الحاجه الوحيده اللي فضلت مكمله معانا لحد دلوقتي. ليه؟ لان هو بيبيع، ناس كتير بتحب الحاجات دي، فيلا عشان الناس تروح تشتري او الناس تروح تتفرج لازم نحط الحاجات دي. ازاي ده انمي شون موجه للاطفال؟ ازاي المفروض الاطفال يروحوا يتفرجوا على حاجه زي كده بيشوفوا تقريبا واحده شبه عريان او عريان؟ انا مش فاهم الدماغ بتاعت الناس اللي بتعمل الاعمال ديت لمجرد ان هم عايزين يعملوا حاجه سخيفه وخلاص. ده من الاعمال اللي اتظلمت بسبب سوء الاقتباس. اللي عمل الموسم الاول كان يقدر يعمل موسم ثاني عظيم زيه، كان يقدر يعمل موسم ثالث جميل زيهم. فاتمنى يعني بصراحه ان الحلقه الثالثه تكون مقياس للي هم هيمشوا عليه بعد كده، يعملوا حلقات بشكل حلو بشكل لطيف. مش متوقع ان هو هيكون موسم انفجاري خالص، متوقع ان هو هيكون موسم لطيف يمشي الحال، ويا ريت ما يقلش عن كده، لانهم لو حطوا نفس الحوار اللي تم بين يوكي هيرا ومي جيشيما تاني ده هيكون من اسخف الحاجات اللي حصلت في الانمي ده كله، ويمكن من اسخف الحاجات اللي على مدار السنه كلها، لان طريقه انضمامه ليهم وطريقه اقناعه رخيصه، شويه اطفال ما يعملوهاش. يا ريت الحاجات اللي زي كده هي ديت اللي نمشيها، هي ديت اللي مش لازم نجيبها. ممكن اكون كلمت بشكل سيء عن العمل، ولكن انا بتكلم من مبدا ان انا مش عاجبني الطريقه اللي هم اداروا بيها الموسم الثاني والثالث والرابع دلوقتي. الموسم الاول بالنسبه لي تاني كان موسم جميل جدا، كنت منتظر الموسم الثاني بفارغ الصبر، ولكن مع الاسف لحد دلوقتي كل الثلاث مواسم مخيبه للامال. ده كل اللي كان عندي في الفيديو النهارده، لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش الفيديو دوس لايك، لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، فعل زر التنبيهات. شكرا على المشاهده، سلام.